سلام الله عليكم إخواني. اليوم كنقدم لكم شقة المساحة ديال 117 متر مربع، شوكية جوج ديال الواجهات، ما شاء الله أحسن فينيسيون، اللهم بارك. بخصوص هذه الشقة كتواجد طبعا بمدينة حد سوالم بتجزئة فجر النصر جوج، كيف ما قلنا جوج ديال الواجهات، فيها ثلاثة ديال الغرف صالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ مجهز. بخصوص هاد لافينيسيو اللي عندنا هنا، صراحة من أحسن الشقق اللي كنقدمو لكم بمواصفات صراحة جد رائعة. الثمن ديال هاد الشقق فهو ثمن ديال 7500 درهم للمتر مربع، طبعا بالنسبة لهاد الثمن قابل للنقاش. بالنسبة لهاد الشيميني راه هو شيميني ديال العود، عندنا في جميع الطوابق، يعني عندنا في الطابق الأول والثاني والثالث. بالنسبة لهاد الموبل، هذا موبل سكني بجوج ديال الواجهات، فينيسيون نقدر نقولوا السهل الممتنع، يعني السامبل الراقي، اللهم بارك. ناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على قبل هذا العقار، دائما الارقام ديالنا هما 07 66 78 30 12. تحية خاصة للجالية المغربية اللي كتابعنا دائما وكتشجعنا، شكر موصول لجميع الناس اللي كيتابعونا، سواء الناس ديال المغرب او لا الناس المغاربة المقيمين بدول المهجر. شكر موصول لكاع الناس اللي كيشاهدوا القناة ديالنا. بالنسبة لهاد مجموعة شقق كيف ما قلنا صراحة آخر ما كاين في الفينيسيون. وبالنسبة للموقع، موقع استراتيجي قريب لجميع المرافق. دابا نعطيكم لي ديطاي اللي عندنا في هاد الشقق. ان شاء الله ابتداء من الباب ديال لونتخي وغنمشي معكم يعني بالتدريج. فاش كندخلو من الباب ديال لونتخي، باب ديال ترقبية بلاندي، عندنا هنا ليزيطاجير ديال الزاج، عندنا بالنسبة للضو ليد اونكاستري اللي كتشاهدو. بالنسبة للصالون هو هذا اللي كنلقاو على الدخلة، في الدخلة كنلقاو كذلك هذا السيجور هذا اللي عندنا فيه ليزاباجور، عندنا هاد المرآة هذه ما شاء الله اللهم بارك، وعندنا هاد التريا. بالنسبة للبلافوات راه عندنا فيهم النيون والليد، يعني زواقة سامبل ما شاء الله. صالون راه مساحة كبيرة. بالنسبة للزليج كومباكتو اللهم بارك. بالنسبة للأضواء هنا راه فاش كتشعل الساروت وكتطفيه كيكون عندنا تغيير ديال اللون، عندنا الأبيض والأصفر، يعني كل ما كتضرب الساروت كيكون اللون مختلف. بالنسبة للشيميني كما قلنا الشيميني راه ديال العود ما شاء الله. بالنسبة للبلاصة ديال التلفازة هي هادي اللهم بارك. بالنسبة للشراجم واحد الملاحظة، الشراجم أكبر مساحة ممكنة، يعني شادين عرض كبير ما شاء الله كيف ما كتشوفوا، من نوع جيد اللهم بارك. صباغة كلها صباغة سامبل ديال الخيال، يعني بالبرمي شوى، يعني أرفع ما كاين في الصباغة ما شاء الله. عندنا الغرفة الأولى، الغرفة الأولى جات على هذا الشكل ما شاء الله، بهذا الديزاين الرائع، فينيسيون ممتاز. عفوا، صراحة هاد الشقق اللي كيكونوا مساحات كبيرة، يعني الغرف ديالهم كيكونوا تقريبا يعني مساحة يعني ديال الصالون، يعني ماشي غرفة صغيرة. بالنسبة لهذا مساحة ديالو كبيرة، 4 على 6 تقريبا، يعني هذا راه ماشي بيت، هذا راه كيتسمى صالون، ما عرفش المساحة اكزاكت ولكن تقريبا في هذه الحدود. بالنسبة للبلافون راه جاب هذا الشكل وهذا الديزاين جميل ما شاء الله. عندنا كذلك المطبخ
المطبخ اللي جاب جوج ديال الواجهات، وعندنا فيه واحد الملاحظه جميله، يعني عندنا فيه هذا الفاس هذا اللي كتشاهدوا، وكذلك عندنا هذا الفاس. بالنسبه للبلاصه ديال الطياب جاتنا في هذا الشكل هذا، بالنسبه نهضروا مثلا على هاد لاهوت ها هي كيفاش الخدمه ديالها. اون فوا كتجرها بحال هكا راه كتبدا خدامه، كدير الدور ديالها، كتدخلها بحال هكا صافي كتسكت. بالنسبه البلاك هذه بلاك اخر ما كاين ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا لي مارك هنا، هذه البلاك بالنسبه لا مارك راه معروفه، لا مارك معروفه في السوق ما شاء الله اريستون. بالنسبه لهاد لا بلاك كتسمى بلاك اون فيغ. بالنسبه لي بواني عندنا هنا بالنسبه لهادو راه لي بواني كاستري، يعني ما كيبانوش، ماشي بحال لي بواني الاولين اللي كانوا كتلقاهم هنا في هاد البلاصه ولا شنو، هادو بواني كاستري. هذا كدفعو كيرجع الراس، ولا رديتو ولا لاحظتو اون فوا كدفعو كيكمل هو الراس ولا شفتي. بالنسبه للفران، فران لا مارك حتى هي ما شاء الله معروفه في السوق. كيف ما قلنا هاد الجهه هنا ديال المواعين وديال الغسيل، وهاد البلاصه هنا هي ديال الطياب. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على بلاصه ديال الثلاجه وبلاصه ديال الماشينا لافي ولا فياسال، راهم تخاذوا بعين الاعتبار هنا فين كاينه المكانه ديالهم. عندنا بالكون بجوج ديال الواجهات، يعني محلول بالنسبه للناس اللي بغاو مثلا ما يطلعوش كاع للسطح، يمكن ما يطلعوش للسطح. كنعتذر شويه طولت الفيديو، ولكن باش نعطيكم التفاصيل. بالنسبه للرخامه الاسم ديالها الا ما خانتنيش الذاكره كيتسمى الكالاكاتا، يعني ارفع ما كاين في الرخام. بالنسبه للانترفون او للفيديوفون، هذا كيتسمى الفيديوفون، راه بالنسبه للناس اللي عارفين راه فيه يعني كتبان فيه الصوره ديال الناس اللي غيكونوا ان شاء الله في الخارج. السيجور صراحه جا رائع. الغرفه الثانيه غرفه ديال الوليدات ما شاء الله كل شيء جميل. عندنا لي زابليك كما تشاهدوا معايا، لي زابليك لي زاباجور ما شاء الله صراحه كاين واحد شنو غادي نقول، واحد اللمسه جميله ورائعه. بالنسبه للبلاكار، بلاكار اللي كتشاهدوا يعني فيه لي زيطاجير. بالنسبه لهاد البولات هادو راهم اونكاستري، ليد اونكاستري، يعني نوع ممتاز. بالنسبه للسده ديال سميتو راها رطبه، ما كتحسش كاع بالصوت ديال السكه ديال البيبان ما شاء الله كل شيء رائع. بالنسبه للبلافون ديال هذه الغرفه ما شاء الله كيف ما كتشاهدوا سامبل ورائع، اللهم بارك. الغرفه ديال النوم عندنا فيها بالكون، عندنا فيها لي زابليك ولي زاباجور، وعندنا البارداج في هاد لي دو كوتي، وعندنا هنايا لي زاباجور، وعندنا المرآه ما شاء الله صراحة. ما شاء نقول لك، كنقول انا ما عليا الا نحيي هذا المقاول صراحة، الله يعطيه الصحة. واحد المسألة اللي عجبتني انا هنا بالنسبة للدريسينغ والحمام، راهم كما كتشوفوا راه كيبان غير الحيط عادي، فاش كتدفع الباب بحال هكا كتلقى الدريسينغ والحمام. بالنسبة للحمام، الحمام راه مساحة كبيرة. واحد الملاحظه عندنا بالنسبه للمرايات، راهم طاكتيل كيف ما كتشاهدوا، اون فوا كتوشيها باليد ديالك راه كتخدم. بالنسبه لهاد لافابوات راه كيتسموا لي فاسك ديكتون، لي فاسك ديكتون. بالنسبه للطواليت، طواليت سيسبوندي كاستري كما كتشاهدوا، عندنا لانستالاسيون ديال الرشاش راها جاتهم كاستري كما كتشوفوا، الميلونجور في الحيط وكذلك الرشاش خارج من الحيط. عندنا لينيش ما شاء الله، كنعتذر بصراحه بعض المرات كنتعودنا على كلمه ديك الله وكنكون في الحمام، كنعتذر صراحه يعني هذا خطا ما خصش يكون ذكر ديال الله في الحمام. عندنا
دريسينغ هنا، وكذلك في هذا الكوتي هذا. بالنسبه للناس اللي غتكون من النصيب ديالهم هاد الشقه، نتمناها لكل واحد ان شاء الله ناوي ياخذ العقار يكون عنده ان شاء الله حال هاد الشقه، غيكون محظوظ من طبيعه الحال. بالنسبه اللي غتكون من النصيب ديالو هاد الشقه محظوظ، والله يسر ليه، وان شاء الله اللي غادي تكون من النصيب ديالو الله يدخلها عليه ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزق الوافر باذن الله. عندنا الحمام المشترك، وعندنا الفاسك او لا لافابو، وهاد المرآه كيف ما قلنا حتى هي تاكتيل. بالنسبه لهذه كدير البوطون بحال هكا كتشعل او كتطفي. عندنا الحمام فيه سيباراسيون ديال لينوكس والزاج، وعندنا طواليت سيسبوندي كذلك، وعندنا المرآه كيف ما كتشاهدوا حتى هي نفس الدور حتى هي تاكتيل. بالنسبه الميلونجور والرشاش راهم ما شاء الله كاستري، دائما كنقطع في نفس الخطا كنعتذر اخواني اخواتي باش ما نزيدش نطول الفيديو اكثر. نتمنى ان شاء الله نكون قربتكم من جميع التفاصيل ديال هاد الشقه. نخلي لكم الرقم ديالي اللي هو 0766783012، نذكركم بالمساحه اللي هي 117 متر مربع، ونذكركم بالثمن. الثمن هو 7500 درهم للمتر مربع، طبعا قابل للنقاش. تحياتي لجميع الناس المتتبعين ديالنا، الى اللقاء.